كيف بديروا شؤون حياتهم؟ كيف بتنقلوا؟ كيف بتنقلوا؟ الشخص ده والآخر يطلع بسهولة لأنه في درج في الجمعية وكذا. بشكل طبيعي. صحيح. في بحاجة لكرسي وما بيقدرش انه يحصل على كرسي. في جهات بتقدم مساعدات. خليني اقول لك معلومة. هاد معلومة هادة. اكتر من. اللي في غزة اللي بده يحصل على كرسي متحرك عن طريق الكهرباء بده يجيبه احسابه. ليش ما بدك نحكي فيها؟ فبقول لك الاشي جديد علي كان. طبعا. كنت انا وست خريجين. طبعا انا الوحيد من ذوي الاعاقة. واربعة. طبعا كرسي المتحرك هو ملازمني طول حياتي. لأنه الإعاقة هي سببها نقص أكسجين منذ الولادة، فالكرسي المتحرك هو أداة كتير مساعدة إلي وكتير مناسبة للتغلب على الإعاقة وللتغلب على كل الصعوبات اللي بتواجهني. طبعا الكرسي الكهربائي بحتاج لشحن لمدة 8 ساعات أقل شيء عشان يمشي مسافة 30 كيلو متر تقريبا. فأزمة الكهرباء هذه للأسف الشديد يعني عاملة مشكلة كبيرة، عملالي هي اللي بعتبرها هي الإعاقة بالنسبة إلي. أنا بحكي إنه هلقيت أنا بأزمة الكهرباء صرت حاسس إنه أنا من الأشخاص إنه أنا عندي إعاقة. في خلال هذه الأزمة طبعاً بتجينا في منطقتنا 4 ساعات الكهرباء، بحاول إني أشحنه كل مدة 4 ساعات طبعاً عشان يقضيني بالمشاوير الضرورية والمشاوير المهمة لإلي. كل تأكيد هي بتتسبب إقامة جبرية وبتتسبب في سجن للأشخاص ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة. ايش عمل معنا؟ البس الجليه والبس الطاقيه وكل شيء. جابوا واحد.